مين اللعيبه اللي موجوده في مجموعه الشباب اللي في النادي الاهلي دلوقتي كنت انت عارف انه هياخد فرصه وممكن يبقى واخد فرصه كمان في الفريق الاول؟ زياد طارق. زياد طارق. زياد طارق من زمان هو مميز جدا يعني، حتى هو كان هو فرقتي، هو نفس فرقه احمد، نفس فرقه يعني نفس الفرقه بتاعتي، فهو من زمان هو مميز، لعيب كويس جدا يعني، من اللعيبه اللي واضحه ان هو كويس. لا لا، زياد فعلا مميز. ومحمد اشرف الباك ليفت برضه لعيب مميز جدا. الفتره اللي انت بقى كنت فيها في النادي الاهلي، الفتره اللي انت كمان صعدت فيها في الفريق الاول، استفدت ايه يعني؟ حسيت ان انت ايه اللي زاد عندك؟ مين اللعيبه اللي كانت بتساعدك؟ مين المدربين اللي ساعدوك بشكل كويس؟ الحمد لله يعني، من الحاجات اللي انا بفتخر بيها ان انا حضرت كابتن حسام غالي في اواخره خالص يعني، طبعا 2017، فكنت بتفرج يعني، بسمع طبعا عنه طول العمر يعني، وانا في الناشئين فعايز اتفرج يعني الكابتن فهو فعلا مختلف يعني. انا وكابتن عماد متعب برضه حضرته في اخر كانوا الفترات بيتكلموا معاك خالص. دايما وبيساعدوك. هما دايما يعني تحس ان هما كانوا ممكن يعاملوا اللعيبه الشباب احسن من اللعيبه اللي موجوده في كمان الاوضه يعني، لان هما بيحسوا ان هما عايزين يقربونا من الفرقه، وان احنا واحد وكلها منظومه واحده. ف يعني دي حتى موجوده لحد النهارده يعني، ممكن بخش الاوضه يعني اللعيب الكبير يخش يسلم على اللعيبه كلها. اي حد بيخش دايما تلاقي موجود اول واحد، ولو في انت احتجت اي حاجه، انا ممكن بحتاج اي حاجه مثلا ماديه، حاجه اداريه، ما اتكلم فيها على طول مع كابتن فرقه، سواء كابتن حمد الشناوي موجود او كان كابتن حسام او كابتن شريف اكرامي لما كان موجود، فعلى طول يعني في تواصل يعني، ما فيش اللي هو انت صغير، ما فيش ما فيش خالص، الكلام ده خالص. لا لا. وانت كنت موجود مع الاهلي، وكان وقتها الكابتن طارق سليمان كمان موجود، كنت بتحس باي لحظه من اللحظات حد يقول لك والله يا احمد موجود عشان خاطر الكابتن طارق سليمان، كابتن طارق سليمان هيجامل احمد في الفريق، يعني كنت بتحس من الهمسات دي والكلام طبيعي اتقال ده على طبيعي مصطفى شوبير، واتقال عليك، واتقال على اسماء، ويتقال على شريف اكرامي، يتقال على احمد دادي السيد، كل اللي بيبقى اهاليهم او والدهم كان نجم كوره كبير بيتقال دايما انه داخل مجامله. هي بتبقى في الاول صعبه قوي، بس يعني هي بتوصل لمرحله ان انا ببقى مستني انزل الملعب يعني. دايما انا ممكن اتكلم عادي وانا في الشارع او انا في البيت او في اي مكان، ده عشان والده، بس انا بقى مستني الفرصه ان انا اظهر في الملعب، لان هو ده الرد الوحيد المناسب على الكلام. يعني زي ما انا الحمد لله لعبت في المقصه، اعتقد يعني وجهات النظر اتغيرت شويه بعد المباريات، فهو بيبقى مستني الفرصه بتاعتي في الملعب، لان انا مش هينفع ان انت وسط، طب ماشي، مش هينفع ارد ولا اجادل في حاجه. هينفع تقول له، هتفضل تقول لهم لا الكلام ده مش بالظبط، مظبوط، مفيش، بس ما هو يعني مش هيصدقك، بالظبط، عايز يشوف في الملعب انت عامل ازاي. الملعب هو بيبقى دايما الفيصل يعني.